مزودتكم على الثقة والأمانة. هلأ بتقدم لكل النساء ما بين 18 و 55 سنة البرنامج الوحيد بلبنان اللي بيأمن التعويض المالي ضد مرض السرطان النسائي. اعتمدي بطاقة Well Woman واحصلي على تعويضات من 25 ل 50 ألف دولار. Well Woman، حماية مالية كاملة بمستوى عالي من الكفاءة لكل النساء ضد مرض السرطان النسائي، مع العناية الطبية الراقية أثناء الإقامة بمراكز العلاج. Well Woman من ITM، عيش الصحة والأمان. 03-546-444-70-546-444. معي من شركة ITN اليوم لمستشارو ووسطاء التأمين السيد تويني نصور. صباح الخير. صباح. إنما مرافق اليوم ضيف عزيز اللي هو دكتور الياس تويني. أهلا وسهلا فيك دكتور تويني. حضرتك أخصائي أمراض سرطانية، اليوم رح نحكي عن آخر تطورات علاجات للسرطان اللي هي مكنة طالعة جديد وبتكمل العلاج الكيميائي لمرض السرطان. يعني أستاذ تويني حضرتكم عودتونا بشركة ITN أنه بتلاحقوا بشكل بالفعل سريع جدا آخر تطورات العلاجات الطبية. اليوم شو؟ حلو اليوم شو؟ بصراحة تكون صادق مع نفسي، كنت أول ما شفتها للمكنة كان أنا بشكر الـ MTV، كانوا هم اللي أعلنوا عنا وحطوا ريبورتاج، وانا تبعت من هالريبورتاج اثار هالمكنه، لانه كثير بتهمني وبتهمني حاله الانسان صحته، وخاصه للامراض السرطانيه اللي هي عم تكبر عنا. ونحن بحقل الاستشفاء ضروري كثير نقدر نحسن برامجنا ونقدر نساعد هالمنتسبين لنا، وكان لنا الشرف تحضينا بالبروفيسور اللي هو متابع هالموضوع بشكل مباشر. معنا سبوت، معنا الريبورتاج، رح نحضره سوا شوي هيك منستفسر أكثر عن المكنة ومن تابع حديث. شكرا. عقد في قاعة مؤتمرات جمعية شركات الضمان في لبنان مؤتمر طبي عرض لأهم اختراع ألماني لمعالجة الأمراض السرطانية بواسطة جلسات حرارية تقتل الخلايا السرطانية وتحد من انتشارها وصولا إلى التخلص النهائي منها. وقد عرض عدد من الاختصاصيين لما جرى إنجازه وللمراحل التي توصل إليها الاختراع الذي بات اليوم في لبنان بعدما أثبت فعاليته في الأردن ضمن جولتها على 30. قبل ما نفوت بشروط التأمين استاذ نصور، بدي دكتور تويني تعرفنا أكثر عن هالمكنة، يعني شو لشو بتفيد؟ هل هي بتعوض عن العلاج الكيميائي؟ هل فينا نستغني عن العلاج الكيميائي؟ المكنة هي مبدأها علاج بالحرارة للأمراض السرطانية، وكمان بتعالج أمراض غير سرطانية، بس مش موضوع اجتماعنا اليوم. نعم. المبدأ قديم جدا، معروف من ايام هيبوكرات، ولكن كان العلاجات يلي تطبق بالايبرتيرميا الحرارة المرتفعة عندها عوارض كثيرة. يلي مميز هالمكنة الجديدة يلي عم نحكي عنها اليوم الأونكوتيرميا هي انه تطورت هالتكنولوجيا خاصة بألمانيا بطريقة انه المكانات الحضرية اللي عم تستعمل ما عندها اي عارض، لانه بتشتغل على حرارة مش كتير مرتفعة، وسطى 42 درجة بواسطة موجات راديو فريكانس 13.56 ميجا هرتز. ما بدي المريض شو بحس المريض عم نشوفه هون؟ نعم. يعني هالمريض بيكون نايم على فرشة مي مرتاح، يعني بيقرا جريدة او عم يتفرج على التلفزيون. ومثل ما بنشوف هون على الصوره، المكنه اول شيء مكنه مفتوحه، يعني ما بتزعج الناس اللي عندهم بعينه من كلوستروفوبيا، وما في شيء ولا شيء بشك بجسمهم. يعني هذه الصوند المحطوطه على جسم المريض هي صوند خارجيه بتنقل المايكرويف، نوع من يعني وكانه بتشبه الليزر من بعيد، بتعطي نعم الريون. نعم. طبعا المريض ما بيشعر بي ولا عارض ولا انزعاج. عنا هون بعض الصور لأشخاص تعالجوا. نعم. وهون منشوف طبعا ورم خبيث. نعم. تعالج واختفى.
تعالجت عنا بالسنتر، وكان عندها ورم اسمه ساركوم، وهذا ورم معروف كثير كثير يعني مؤذي وما بيستجيب على العلاجات التقليديه اللي هي الشيميوثيرابي والراديوثيرابي. ومثل ما شفتوا كتفها كان كثير متشوه بهالورم، وكان عندها اوجاع كثير قويه، مضطر تاخذ كميات مسكنات ومورفين كميات كبيره من المسكنات. وهي صورة بعد العلاج، يعني شفنا قبل وهي بعد العلاج، بتشوفوا انه كتفها رجع حجمه الطبيعي، راح كل وجعها، وصار لها سنة مرق سنة على علاجها، وبعدها لليوم بحالة شفاء تاني يعني مستقرة حالتها. استاذ توني ناصور، الاي تي ان شو بتغطي من هالمكان؟ اذا لاحظت من الرابورتاج انه شركات التأمين الجمعية كأنه كلهم جاهزين، بس تأخروا تياخدوا مثل ما بقولوا الخطوة الأولى. أنا حبيت أكون من السباق لأنه بعرف اليوم الآلات الحديثة والمتطورة هي كتير منيحة، هي مفيدة، هي أغلى كتير من غيرها، بس الحلو فيها بتخفف ألام الناس. نحن علينا ما نطلع على المصاري قد ما بهمنا ألام الناس تكون تخف عندهم، وما يكون عندهم بقى خوف انه بدنا نقول لهم اليوم بالالات الحديثه. وبنشكر انه اللي عم بيجيبوها وعم تتطور بلبنان صار لها مكانه فعاله ببرامج الاستشفاء، وهي بتعطي راحه البال لكل الناس اللي هو نحن بننشده للجميع. صحيح. لكن في تغطيه، وحضرتكم من الشراك الوحيد يمكن اللي عم بتغطي هالمكان، فيك تقول اليوم من الاوائل، ان شاء الله كلهم يدخلوا ويفيدوا هالمجتمع اللبناني ككل. بالعكس طبعا، وبمرض دقيق يعني مثل هيدا، ان كان على الصعيد الطبي، على الصعيد المعنوي، على الصعيد المادي، يعني صحيح. كله بيكون عم يتضرر، وبنعرف كثير منيح قد ايه علاجات مرض السرطان كلفتها عاليه وباهظه. دكتور، كم جلسه منعوز بهالمكان؟ نعم، قبل ما قلت لكم كم جلسة، بس تكمل الجواب على السؤال السابق. هالتكنولوجيا موجودة حاليا بكل بلدان العالم، أكثر من 33 بلد من آسيا لأوروبا، ولفات المرضى عم بيستفيدوا من هالعلاجات الجديدة. وهي منا بديل بكل الحالات للعلاجات التقليدية اللي هي شيمي وراديوثيرابي، ولكن بتزيد فعالية العلاجات التقليدية وقت اللي بتنعطى معها. وعند المرضى يلي فقدوا أمل من العلاجات التقليدية وصلوا على طريق مسدود، أو قد عم تزعجهم يعني هالعلاجات، رح نتابع حديثنا عن كيفية العلاج إنما بعد هالوقفة القصيرة. منتابع حديثنا مع أستاذ توني ناصور من شركة اي تي ان لوسطاء ومستشارو التأمين، دكتور الياس تويني حضرتك أخصائي أمراض سرطانية، أهلا وسهلا فيكم من جديد. حديثنا اليوم موضوعه الأمراض السرطانية، وعم نحكي عن مكنة جديدة اسمها أونكوتيرميا، اللي هي بتعالج أيضا الأمراض السرطانية، الأورام السرطانية، إنما بشكل متوازي مع العلاج الكيميائي. دكتور، كنت عم تقلي أنه ما في غنى 100% عن العلاج الكيميائي، إنما هالمكنة بتساعد وبتكمل هالعلاج. يمكن منصير نخفف جلسات العلاج الكيميائي لحتى نستبدلها بجلسات الأونكوتيرميا، صحيح؟ يعني المريض يلي بيتحمل العلاجات الكيميائية، هون لازم يعرفوا الناس إنه في كتير ناس بتحملوها منيح، يعني ما يكون عندنا الفوبيا، منكمل بنفس الدوز ولكن مستعين بالأونكوتيرميا حتى نحسن النتيجة ببعض الحالات. في مرضى ما بيتحملوا العلاجات الكيميائية، بهالحال فينا نخفف الدوز والأونكوتيرميا، بواسطة الأونكوتيرميا نوصل على نفس النتيجة كأنه عم نعمل فول دوز كيموتيرميا. إنما ما فينا نستبدل كليا؟ الأفضل الأفضل ما نستبدل كليا إلا بالحالات يلي فشل نهائيا العلاج الكيميائي، ساعتها فينا نستعمل الأونكوتيرميا وحدة. ولكن إذا بنستعمل اثنين بصير في شيء اسمه بوتنسياليزاسيون، يعني اثنيناتهم بقووا بعضهم، يعني بوتنسياليزاسيون يعني 1 بلس 1 مش إيجال 2 إيجال 3 4 5، لأنه بقووا بعضهم ثاني. هل في عدد معين من الجلسات أو مدة معينة؟ كيف بيصير العلاج دكتور؟ إجمالا الجلسات هن 12 جلسة للعلاج الكامل، بينعطوا يوم إيه يوم لا، كل جلسة ساعة. بتمنى المريض بيكون مرتاح نايم على فرشة مي، وحده في ممرض أو تكنيسيان بواكبه بكل فترة العلاج، ما بيشعر ولا عارض ولا شيء أبدا. 12 جلسة بينعطوا يوم إيه يوم لا، اللي يعني هو علاج سريع فينا. نعم، لمدة يعني شهر،
ومن بعدها بنقدر اكيد النتيجه، ولكن الكواليتي اوف لايف يعني المرضى اللي عم بيعانوا من اوجاع اجمالا بيتحسن حالتهم، بيتحسنوا بخفوا اوجاعهم بطريقه سريعه من اول جلسات، بتحسي انه المريض تحسن حالته العامه وخفوا اوجاعه. هل في اشخاص مش ممكن يقدروا يستعملوها؟ مش ممكن يقدروا يستعملوها من ناحيه الناحيه الطبيه يعني؟ نعم. نحن المكنة اللي عندنا بلبنان هي لعلاج الأورام الصلبة، يعني بنسميها solid tumors. أمراض الدم اللوكيميا بتتعالج بمكانات رح نجيبها بمرحلة تانية اللي هي بيخضع الجسم كله بمكانات الجسم كله بيكون جوات المكنة. الموديل يعني آخر موديل اللي شفناه اللي عم نستعمله حاليا هو للسوليد تيومرز. أستاذ توني ناسور، شو الشروط؟ هل في أشخاص يمكن ما بيتغطوا؟ هل في أنواع سرطان ما بتتغطى من قبلكم لما بنكون عم نستعمل أونكوتيرميا؟ رانيا، أول شيء بالبرنامج عنا بغطي طبعا الأمراض السرطانية، بتغطي كل الحالات. والحلو فيها هيدي مش بس للمرأة، كمان للرجال. It goes for everybody. خاصة كمان للبروستيت عند الرجال. هيدي الحلو فيها، بتخفف لهم الألم وبيقدروا يخرجوا من المستشفى بسرعة. أما الواحد بيجي ساعة وبفل على بيته، بينما الكيميو بيبقى بيأثر عليه، بيتعبه، يبقى عنده إجهاد وعنده وجع راس، بينما هاي كأنه ما في شيء. حتى إذا بتاخديها هيدي المكنة اليوم، بيروحوا يعملوا الأعمال التجميلية وشيل السلوليت كذا، بتوجع أكثر من هيدي. أصلا هيدي المكنة ملغيوة بده إيوة يا أستاذ ناسور، شو بيك؟ فينا نقول بس صراحة نحن كنا حابين نكون من الأوائل، وإن شاء الله الكل يتبعنا. دائما بنطلع لمصلحة المريض، لمصلحة صحة الإنسان هو الأساس، وهذا هدفنا. يعني ما في أي إنسان ما بتقبله، ما في أي إنسان ما بيتغطى لأي أنواع سرطان. بتعرفي أنا بعطيك شوية الخبرة اللي صارت معنا من بعد المرضى اللي استعملوها وإجت بنتائج كتير حلوة. وفي شيء بالبداية كان الواحد شوي متأثر انه كان عنده بالرواية والكبد، راح من الرواية من عنده الموضوع، بس تأثر كثير الكبد، رجع عملوا له معالجات للكبد، رجع كمان صح بالكامل. الحلو فيها هيدي المكنة خاصة الأمراض السرطانية الخبيثة اللي هي بتنتشر بكل الجسم، هيدي كثير بتفيد وما بتوجع وبتريح الإنسان. هل موجودة بجميع المستشفيات؟ بالصراحة هلا لا مش موجودة، بكل إن شاء الله كل المستشفيات بيتبعوها، والشركات التأمين وصناديق التعاضد، الكل بيقدر يشمل هالمكنة، ما ينتظروا الكود يجي، لانه بكون في اطباء عم تشرف عليها، وهالمكنه معروفه برا واختبروها برا وعرفوا نتائجها. نحن لازم ناخذ النتيجه من هون وننطلق، ما ننتظر تنقدر نكمل. يعني الامل اللي بتعطوه استاذ ناسور، لانه الاشخاص المصابين بالمرض بمرض السرطان، عم بيكون عندهم فوق هم الصحي الهم المادي. يعني مش كل الشرك عم بتغطي كل شيء، فهوني مش بس عم تغطوا كل شيء، انما عم تغطوا اشياء ايضا جديده ومتطوره. نعم. الشيء الوحيد اذا اليوم اغلبيه اللي بيتعاطوا بالحقل الطبي بيهربوا من الكلفه، لانه بيشتغلوا اكثر على الربح، على المصاري. نحن لا، ما بنشتغل بهيدا النمط. بس طبعا كل الناس بتشتغل على نوع من المدخول. نحن بنطلب انه الناس تنضم اكثر، كل ما تيجي اكثر نحن بنستفيد وهن بيستفيدوا. صح صح. وبنضيف اشياء كثيره دائما. بلس اذا السعر مش هو كل شيء، بيجي واحد بيقول لك هوني بيعطيني هيك وهيدا، انت سعرك اغلى شوي. هي طبعاً كمان الاستمراريه والمنافع. المنافع كثير مهمه بقلب البرنامج، بدك تطلع على الكواليتي وبتغطوا البرنامج كامل. ايه طبعا. العلاج يعني. نعم. دكتور تويني، شو العوارض الجانبية لاستعمال هالمكنة؟ هاي المكنة ما عندها ولا عارض جانبي، لأنه مثل ما عندنا بتشتغل على درجة حرارة وسطى 42 دقري 42 درجة مئوية، ما بدي إياه أبدا. بأقصى يعني إذا بده يصير شيء بصير شوية احمرار على الجلد، ما بتزعج كثير المريض. إنما أنواع الآفت اللي بتصير، أنواع الألرجي اللي بتصير من جراء العلاج الكيميائي ما بنشوفها هون. أبدا أبدا ما عندها ولا أثر، لدرجة إنه بعض الحالات بنشوف المريض إنه استفاد على هالعلاج هيدا.
وعوضوا المرض فينا نستعملها يعني نعم. فينا نرجع نستعملها هذا بال مش مثلا راديو ثيرابي ما فينا يعني ممكن استعملها مرة واثنين نعم. وثلاثة صح. شكرا لوجودكم معنا دكتور تويني أستاذ تويني نصور شكرا على كل جديد بتقدمه مش كل البروفيسور اللي اجا اعطينا من وقته اجا معنا بصراحة يا اهلا وسهلا فيكم مسيو نصور وشكيت ايتيان بنختم طبعا بهالسبوت شكرا الصحة والأمان أغلى نعمتين بتوفرن ITN عناية صحية كاملة ونظام راقي بينسجم مع كل أفراد العائلة ITN بتقدم لكم بطاقة أسك بلو للاستشفاء بثلاث برامج كلاسيك، إسانشل وغولد تغطية واسعة بتشمل لأول مرة بلبنان الحالات المرضية المزمنة والمستعصية مع الاستفادة من ضمانة التجديد والاستمرارية مع ITN صحتك بأمان 03-546 4 4 4 70 546 4 4 4